مين فيكو أشطر في المدرسة؟ أنا. مين أسرع واحد بيجري يحكي لمامي؟ كم؟ طب مين بيجري يشتكي لماما الأول؟ هي. مين أول واحد بيصالح التاني؟ أنا. شكلك أنت الطيب كده اللي بتصالحهم كلهم، صح؟ صح؟ مصر وجنبها جملة، تقولي مصر إيه؟ مصر أحسن بلد في الدنيا. بحب مصر جداً قوي قوي قوي، كل حاجة حلوة في مصر. بحب مصر قد الدنيا دي كلها. آدي كده. طب نفسك تطلعي إيه لما تكبري؟ نفسي أطلع مهندسة. نفسي لما أكبر أغني أغاني مصر. لما أكبر بظبط أعمل لمصر حاجات كتير. نفسي لما أكبر أطلع ظابط زي بابا. زي بابا. أنت فاكر بابا؟ لا أنا مشفتوش. لا بس كان نفسي أشوفه. لا أصلا هو مات قبل ما اتولد. فاكرة شوية حاجات بس مش قوي يعني. لا أنا كنت في بطن ماما. كان نفسي أشوفه جدا. آخر مرة شفته كان عندك كام سنة؟ 30. آخر مرة شفته كان عندي 6 سنين. كان عندي 3 سنين. تقريبا 4 سنين و5 سنين كده. آخر مرة شفته وهو رايح الشغل. فاكر آخر مرة إمتى شفت بابا؟ قبل استشهاده ب30. بس الشغل ان هو يطلع يجيب حق ناس وما رجع لناش تاني. ضرب 2 وواحد مشي وجاب من ظهره واداله رصاصه في ظهره. ان هو اتضرب عليه نار. واحنا قاعدين في البيت احنا سمعنا صوت الانفجار. انت عارف بابي مش معانا النهارده ليه يا كريم؟ عشان استشهد وراح الجنة. عشان هو الشهيد وهو بطل. انت عارفه بابا فين دلوقتي؟ فين؟ في الجنة. ايه اكتر حاجه وحشتك فيه؟ القعده معايا. بقف كده في اوضتي واقول له بابا هو انت ليه سافرت؟ زي ان احنا نخرج مع بعض تاني طب عايزه تقولي له ايه دلوقتي لو كان موجود؟ ان هو وحشني قوي. عايزه اقول له ان هو وحشني جدا وانا لما اشوفه طبعا هحضنه اكتر حاجه. بس يعني لو هو كان دلوقتي قاعد معاكي وبيتكلم معاكي هتقولي له ايه؟ كنت عملت ايه في المدرسه؟ كمان. كنت بعمل ايه لما انت كنت في الشغل؟ نفسي اول ما اشوفه اقول له بحبك يا بابا. اقول له الله يرحمك يا بابا وتكون يا رب تكون مبسوط في الجنه مع ربنا. نفسي احضنه بس. تفتكر لو كان معانا النهارده كنت هتحب تقول له ايه؟ كنت هقول له حاجات كتير قوي. كنت هحمد ربنا ان هو معايا.